ثلاثة ثلاثة. طيب قلتي ان احمد عز صديقك جدا، مظبوط، وانتوا اصدقاء من زمان واشتغلتوا مع بعض كتير، تمام. كتبتي له قبل كده بوست بتهنيه ان هو كسب القضيه بتاعته اللي كانت ما بينه وما بين زينه، مش فاكره. نشوف البوست اهو، ورونا البوست يا جماعه. الف الف مليون مبروك على البراءه لاخويا وصاحبي اللي بحترمه وفخوره. كملوا لنا يا جماعه البوست. لصاحبي اللي فخوره اني اعرفه من 2007، مبروك يا حماده، الحمد لله، ربنا كبير يا صاحبي. وي بزغلط. لو 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 لا 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 لا. هنا انا عارفه ان انتوا اصدقاء جدا، بس هنا انت خدتي طرف حد، بمعنى خدتي طرفه، صدقتيه هو. بصي قلتي له مبروك على القضيه، صدقتيه. لحظه جوسك، الموضوع ده اتكلمت فيه كتير، مش هتكلم فيه تاني، خلاص مات انتهى. ما ينفعش اتكلم في حاجه اتكلمت فيها كتير، انتهت. بس انت ده ما يمنعش ان انت مصدقاه، انت صدقتيه هو، whatever. بس الموضوع خلص، خلاص انتهى. مش هتكلم في حاجه اتكلمت فيها، خلاص خلصت، ماتت. هذا بقى ده مات تقيل قوي. بس ما كلمتيش فيها قبل كده؟ لا اتكلمت. كلمت فيها امتى؟ لا كتير، خلاص ما بتكلمش في حاجه اتكلمت فيها قبل كده ابدا. ايه الخلافات اللي موجوده بينك وما بين زينه؟ ليه في خلافات بينكم؟ احنا على فكره ما عنديش اي خلاف مع زينه ابدا نهائي. هي عندها خلاف معاكي؟ ولا ما اعرفش هي عندها ولا لا، بس انا ما عنديش اي خلاف معاها نهائي. بجد ما عندكيش اي خلافات؟ لا 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 خالص خالص. انا لا، انتي لا. طب انتوا عاملين ايه مع بعض في مسلسل جعفر العمدة؟ بنصور مع بعض عادي. علاقتكم ايه ببعض؟ بنشتغل عادي. احنا مش صحاب عامه، يعني ما كناش صحاب قبل كده ومش صحاب دلوقتي، بس احنا بنشتغل از ا بروفيشنال يعني. احنا ممثلين. انت ليه متضايقه منها؟ لا انا مش متضايقه منها. متضايقه منها ليه؟ وليه عايزاني اتضايق منها طيب؟ ايه المشاكل اللي بينك؟ ضايقتك في ايه قبل كده؟ هي ما ضايقتنيش عشان اتضايق منها. بس 12 ان في خلافات حصلت. لا في لا المسلسل لا. وانتشر ان هي كانت هتنسحب من المسلسل. لا لا ما فيش كلام. كانت هتنسحب من المسلسل. لا 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 عشان لا لا. المشاكل اللي لا 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 ما فيش الكلام ده. لا ما فيش الكلام ده خالص. كانت بتنزل بتصور وجت صورت وعايزه، صورت للاخر وخلصت دورها كله. خلصت. انا خلي بالك انا خلصت تصويري قبل ما هي تخلص. يعني انا مخلصه شغلي او احنا خلصنا شغلنا قبل ما هي تخلص. هي لسه ليها كان شغل مع رمضان. ايه رايك فيها كممثله؟ لا شاطر، ممثله شاطر، ولسه كانت عامله مسلسل اسمه على منصه يعني، ست حلقات، حلو جدا. الليله واللي فيها حلو جدا. بجد حلو. عجبك المسلسل؟ لا حلو جدا. وعجبك ادائها في المسلسل؟ عاملاه حلو جدا.